ان شاء الله هيلعبوا كاس العالم للانديه ان شاء الله تقام في مصر. الحقيقه كانت فرحه كبيره جدا جدا، ويعني ان شاء الله فال خير، يعني ان شاء الله يكون هذا الفوز فال خير ان شاء الله لمباراه الغد. تعالوا نشوف مع حضراتكم سلا معانا بتشرح لنا الاجواء وما دار النهارده في تتويج ابطال كره اليد بدوري المصري للمره 26. سلا مساء الخير عليك. تحياتي ليك طبعا يا كابتن هاني ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه نادي الاهلي في كل مكان. سلا طبعا الفرحه شايفين قدامنا فرحه كبيره جدا جدا لابطالنا. اشرح لنا الاجواء، المباراه كانت عامله ازاي، التتويج، الجماهير اللي كانت حاضره ابطالنا، وبعد الفوز بالدرع الغالي بعد مباراه صعبه ولكن تفوق فيها النادي الاهلي الحقيقه حتى فنيا على نادي الزمالك. طبعا في البدايه خليني يا كابتن هاني ارحب بحضرتك واباركك وابارك لكل جمهور النادي الاهلي. زي ما حضرتك قلت يعني الفوز بدرع الدوري لكره اليد رجال طبعا ثاني مره على التوالي، وكمان المره 36 في تاريخ النادي الاهلي. ببارك لحضرتك وببارك لكل جماهير النادي الاهلي، فوز يعني مستحق طبعا لرجال كره اليد تحت قياده المدير الفني الاسباني مستر ديفيد ديفيز. خليني يا كابتن هاني طبعا سريعا انقل لحضرتك يعني كل الامور والاجواء. طبعا زي ما حضرتك قلت الاحتفال والاجواء قبل وكمان المباراه واثناء المباراه. خليني اقول لك يا كابتن هاني انه النادي الاهلي كان داخل المباراه دي في كامل تركيزه، بالاخص طبعا ان زي ما حضرتك قلت النادي الاهلي فاز في اول مباراه وبعد كده النادي الزمالك فاز في ثاني مباراه، ويمكن ان بيلعبوا بنظام البلاي اوفز او البست اوف 3. يمكن طبعا النظام ده بيطبق لاول مره في لعبه كره اليد، او طبعا كمان في نهائي لبطوله الدوري العام لكره اليد نظام اول مره بيطبق. فطبعا النادي الاهلي فاز في اول مباراه، النادي الزمالك فاز في ثاني مباراه. فطبعا الحمد لله كبير جدا على كل ابطال النادي الاهلي وعلى لعيبه النادي الاهلي لا بديل عن الفوز طبعا في مباراه اليوم لحسم من هو بطل الدوري لهذا الموسم. خليني اقول لك ان لعيبه النادي الاهلي كانوا داخلين بترتيب شديد جدا قبل المباراه، ويمكن جماهير النادي الاهلي كانوا واثقين فيهم ان هم هيفوزوا في المباراه دي ويحافظوا طبعا على درع الدوري لثاني مره على التوالي. خليني كمان اقول لك ان مستر ديفيد ديفيز يعني طوال المباراه كان عامل روتيشن ما بين كل لعيبه النادي الاهلي، الكل كان متواجد في الملعب، وكان يعني في تالق كمان عديد من لعيبه النادي الاهلي منهم محمد ابراهيم وطبعا يعني حارس فريق النادي الاهلي اللي تقبل العديد من الكرات، وهو كان من اسباب فوز النادي الاهلي في مباراه اليوم. وكمان عمر خالد كاستيلو، ياسر سيف، واحمد هشام سيسا، ابراهيم المصري، وسيف هاني فوكس طبعا اللي كان متواجد النهارده وقام بدور كبير جدا وتالق بشكل كبير طبعا في ظل غياب لاعب النادي الاهلي احمد خيري، وهو صانع العاب الفريق المتواجد برضه وقدر ان هو يظهر بشكل يعني جيد جدا. الفريق كان في كامل تركيزه، ولكن طبعا المباراه بدات يعني كان في شويه صعوبه في الشوط الاول. كان النادي الاهلي يعني كان ماشي بوينت بوينت نقطه نقطه مع نادي الزمالك، كان الفرق بسيط، كان بس نقطه واحده، ويمكن كمان انتهى الشوط بالتعادل ما بين الفريقين. ولكن بعد كده النادي الاهلي يعني قدر ان هو يفرض سيطرته، وفي الشوط الثاني يعني بدا يظهر بشكل افضل من الشوط الاول، لدرجه طبعا انه الفرق راح لست اهداف عن نادي الزمالك. قدر النادي الاهلي ان هو يحافظ على الفرق ده، فرق ست اهداف لحد نهايه المباراه. لعيبه النادي الاهلي كانت مركزه اكثر من لعيبه نادي الزمالك في المباراه الثانيه، ويعني ما شاء الله ما حدش يعني بخل خالص يا كابتن هاني باي حاجه يعني طوال المباراه، الكل كان مركز جدا والكل تالق بشكل كبير. وكمان يعني يمكن عبد الرحمن الحميد طبعا حارس فريق النادي الاهلي يمكن لما كان بينزل كمان مكان محمد ابراهيم قدر ان هو برضه يتالق في العديد من الكرات. فلعيبه النادي الاهلي كانوا كلهم النهارده يعني على قدر المسؤوليه وقدروا فعلا ان هم يفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي اللي كانوا متواجدين. يمكن خليني اقول لك كمان بالنسبه للحضور اللي كان في الصاله، يمكن كان متواجد المهندس خالد مرتجي امين الصندوق والاستاذ او الكابتن محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، كانوا حريصين وكانوا متواجدين لدعم الفريق، ويمكن كانوا متواجدين في يعني مباراتين كمان اللي فاتوا، وكان متواجد كمان يعني عدد من الحضور، ولكن يعني كان بيقتصر فقط على الاهالي يعني تبع كان طبعا الاستاذ محمد يحيى لطفي كان متواجد طبعا عن الشركه المتحده للرياضه، اكيد متواجد في كل المناسبات الحقيقه. والحقيقه الشركه المتحده للرياضه بتقوم بادوار رائعه
الحقيقه في الكره المصريه وعلى مستوى كمان الالعاب الفرديه والجماعيه. الحقيقه كان متواجد كمان، وزي ما احنا شايفين يا سالة كان التتويج كان اكتر من رائع، الفرحه كبيره جدا. لكن خليني اتكلم معاكي شويه، كنت بتتكلمي عن الشوط الاولاني، كان المباراه بونت بونت راح، ونتيجه الشوط الاولاني كان التعادل، كان ردود بالفعل ايه؟ كان في قلق شويه ان النادي الاهلي، وزي ما انت قلتي كان ضغوط على النادي الاهلي بشكل كبير جدا، هل كان في قلق شويه من الجماهير؟ هل كان في ثقه ان النادي الاهلي الشوط الثاني هيرجع بهذه القوه الكبيره جدا وفارق النقاط الكبير؟ بالفعل يا كابتن هاني زي ما حضرتك قلت، طبعا خليني يعني اكد على كلام حضرتك، يمكن شركه المتحده طبعا الرياضه النهارده قامت بدور كبير جدا، كان تنظيم على اعلى مستوى، يمكن شفنا ده طبعا في تتويج ابطال النادي الاهلي لكره اليد، كان تنظيم يعني اكثر من رائع طوال المباراه وكمان قبل المباراه في كمان المباراتين اللي فاتوا، وكمان تاكيد على كلام حضرتك يمكن فعلا من خلال تواجدي في صاله الدكتور حسن مصطفى طبعا في نادي السد من اكتوبر، كانت يعني الاعصاب كانت مسدوده فعلا، يعني يمكن الكل كان يعني طبعا يعني في تعصب ما بين يعني كل المتواجد سواء لفريق النادي الاهلي او فريق نادي الزمالك، ولكن بخصوص فريق النادي الاهلي يمكن كل اللي كان حاضر سواء اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي كابتن خالد عوضي مدير النشاط الرياضي، الكل اللي كان متواجد وبيدعم فريق النادي الاهلي كان عندهم احساس وكانوا واثقين ان النادي الاهلي في الشوط الثاني كان هيكون مختلف في الاداء عن الشوط الاول، يمكن طبعا الكل كان قلقان قبل المباراه واثناء المباراه طبعا بالاخص عشان الفرقتين يمكن كاداء متقاربين شويه من بعض كاداء سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك، يمكن شفنا ده طوال الموسم دايما، يمكن بنشوف النادي الاهلي والزمالك بيكونوا موجودين في اي نهائي لاي بطوله محليه، وشفنا برضه في كاس الكؤوس اللي كانت مقاومه في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد اللي كانت مقاومه في الجزائر، شفنا ايضا يمكن فريق النادي الاهلي اداؤه كان متقارب من اداء نادي الزمالك، فطبعا ده بيخلي المباراه اكثر صعوبه، ولكن جماهير النادي الاهلي وكل المسؤولين في النادي الاهلي كان عندهم ثقه كبيره جدا انه النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي ان هم هيحافظوا على اللقب ثاني مره على التوالي، وان هم مش هيروحوهم او مش هيزعلوا جماهير النادي الاهلي، خاصه طبعا بعد خساره بطوله كاس الكؤوس الافريقيه، كان عايزين ياخدوا البطوله دي عشان كان مصالحه لجميع جماهير النادي الاهلي. والحقيقه زي ما انت بتقولي يا سله كانت مصالحه، الحقيقه كل الجماهير كانت سعيده جدا بهذا الفوز الكبير والتتويج ب يعني الدوري رقم 26، وكلنا سعداء وبنقول ان شاء الله فال حسن، يعني ان شاء الله باذن الله هذا الفوز وهذا الدرع ان شاء الله كمان يكون فال حسن لمباراه الغد، ويتوج النادي الاهلي باذن الله بالبطوله الافريقيه رقم 12 ان شاء الله على مستوى كره القدم. سلا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. ده كان طبعا تتويج